النهارده ما عنديش استعداد، وانا عندي يقين بقى حاجه في عماقي، انا الناس بتوع بيصدقوني ما اعرفش ليه من زغري. يعني انا بعتقد ان الراجل المصري او الست بتصدقني، وده اللي خلاني ما امضيش. من امتى؟ من حوالي يعني تعثرت قوي قوي لحد التسعين، عملت فيلم وحاجه، ومش بقى الداعي، لا ده انا عملته ادبيه. فانا ما اقدرش زي الصيدلي اللي يبيع دواء اكسباير لطفل بالظبط ويبقى عارف. انا امدتي شرفي في امدتي على الشاشه بالظبط. النص ده انا بختاره او مشتركه فيه، انا مش ممثله محترفه، لا انا مش مرتزق، لا انا حر، انا مواطن حربي حر. فالحر ده يعمل ايه؟ ده جيش بحاله. اللي اعمله ان انا ابدا بنفسي، فتوقفت امدي، لا عشان سن، ولا عشان قله فلوس، ولا عشان قله ادب، ولم اشكو ولم اعترض على ما يحدث. انا عمرك سمعت حاجه؟ ومتابعه 100%. وانا بقول الفنان هو زي الجندي اللي لازم كل يوم ينضف سلاحه ويلعب الرياضه بتاعته ويعمل تمرينه وهو مفيش حرب، كانه يدخل حرب بكره جاهز. فانا فضلت جاهز لما خلاص عجزت بقى.